يسعد لي صباحك زينب. يسعد لي صباحك فرح. صباحك يا رب، كيفك اليوم؟ منيحة تمام، يعني هيك بوجودك تمام. زينب والطاقة الإيجابية، وبدي أقول صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية، لكل الطلاب يلي خلصوا فحص وناطرين النتائج بفارغ الصبر هن وأهليهم، بدي أتمنى لهم كل التوفيق. أكيد كل التوفيق لهم يا فرح، وأكيد يسعد صباحكم مشاهدينا ولجميع من انضم لرحلتنا الصباحية ضمن صباحنا اليوم العديد من الفقرات الترفيهية والصحية والطبية رح تكون معنا خلال مشوارنا الصباحي يا فرح. أكيد للتغذية زينب حصة كتير كبيرة، ورح نوقف على أهم النصائح لمرضى تكيس المبايض. لعني إذا بعرف أقعد على ومن نصائح التغذية فرح لنصائح الرياضة، رح نتعرف كمان على رياضة الزومبا. أما مساحتنا الطبية رح تكون عن الصحة الفموية وطب الأسنان. وبعالم الموضة والجمال رح نواكب آخر صيحات عالم الإكسسوار. يعني زينب هي مجمل الفقرات اللي حترافقنا على مدار ساعة وربع من الوقت. طبعا مجموعة الطبية رح يكون لنا وقفة كتير خاصة فيها، أما هلأ زينب بنروح لتقرير كتير حلو دائما بنحاول نجدد فيه بتقرير هالعالم. هل تعلم أن سرعة نمو الأطفال في فصل الربيع أكبر من غيرها في الفصول الأخرى؟ وهل تعلم أن القيام بتناول الخضروات يومياً يقوم بتحسين صحة الجسم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة؟ وهل تعلم أن صاحب أكبر عيون في العالم هو حيوان الحبار العملاق؟ وهل تعلم أن عملية اتباع نمط حياة صحي تعد أفضل طريقة لخسارة الوزن وتحسين صحة الجسد؟ وهل تعلم أن أول بلد اخترعت فيها الستائر المعدنية هي اليابان؟ وهل تعلم أن القمر الأكثر نشاطاً في النظام الشمسي هو القمر جوفيان التابع لكوكب المشتري، حيث توجد مئات البراكين على سطحه؟ أخيراً هل تعلم أن رياضة الملاكمة أصبحت رياضة قانونية عام 1901؟ فرح من هل تعلم وهالأخبار المنوعة حول العالم، رح نروح على خبر هالمرة من سوريا. موهبة شابة لامست الجمال لا تقف على أعتاب الإبداع، الطبيب مجد عطالله حول موهبة الرسم الخاصة فيه لعالم التجميل وخاصة بطب الأسنان والنحت. أكيد التفاصيل كلها مع زميلتنا رزان سليمان. أيقن أن الوقت أثمن من أن يهدر. من مرسمه المتواضع حول الأخشاب البالية إلى تحف فنية. لم يتعبه طول وقت دراسته ليكون كامل ساعاته بين كراسات الكتب الطبية ومنحوتاته الخشبية. الطبيب مجد عطالله الذي لم يعرف للتعب عنوان. كنت صف ثامن أو تاسع. أنا بصراحة يعني ما كتير، يعني هاي الفترات كانت كتير متقطعة. أول فترة هون بيجي الفضل الكبير لنحات اسمه أحمد عبد الحق. أحمد عبد الحق هو نحات بالإمارية. يومياً أنا عندي من الأربع لخمس ساعات عند أحمد عبد الحق يومياً، بس هي عبارة عن مراقبة. أنا عم أطلع ومخي يعني خزن. كنت سنة أولى جامعة
يعني بصراحة أول ما كنت فتح جامعة يعني كان هو هون التحدي الأول لي، إنه أنا يعني بدي هون صار بلا بدي أوفق بين حياة جامعية طب الأسنان وبين هوايتي. حاول قد ما فيني نظم وقتي على درجة عالية جدا جدا من التنظيم، بحيث إنه أنا ما أظلم شيء، واللي هو الأهم إنه هو دراستي. الهواية أكيد شيء مهم، بس كمان في شهادات أولويات في الحياة. حول حبه للنحت إلى موهبة، وأصبح صلة وصل بين عمله كطبيب أسنان وفنان يحتاج لنظرة فنية تأخذ به إلى عالم الجمال. فعلاً أنا لقيت أنه أنا مهنتي كطبيب أسنان كتير عم تساعدها فكرة أنه أنا نحات، عندي نظرة صارت فنية. أنا من صف الثالث للبكالوريا أنا فعلياً كنت بس أنه أنا بعرف بنحات كل سنة منحوتة، كمعدل يعتبر شيء كثير انه بسيط. الحب ثقافات قديمه، في منحوته اخر شيء اشتغلتها واللي هي هلا يعني تعتبر يعني اقوى شيء اشتغلته هو اودين، هو يعني اله من الاساطير الاسكندنافيه. كان دائما في دعم معنوي جدا جدا كبير من عائلتي، يعني بابا ماما عن جد كانوا دايما يحسسوني انه انا فعلا اسوي شيء جيد. شغف وابداع لم تخفف من بريقه ساعات التعب والجهد ليكون مجد مثالا يحتذى به، وصوره امل تجعلنا نؤمن بان لكل مجتهد نصيب. وبنبدأ أكيد بمساحتنا الطبية لليوم، وكثير من الأسئلة الصبايا يلي رغم صغر سنهم ورغم الأعمار الصغيرة عم نشوف مشكلة كثير شائعة زي التكيس المبايض. قدرنا نسمع أنه هي المشكلة صايرة بشكل كثير كبير، يمكن ما في صبية أو بنسبة كثير قليلة إلا ما عم تاخذ هذه الأدوية. صحيح فرحة، وخاصة يعني ارتفعت النسبة تقريبا يمكن لتصل بال70% من الصبايا اللي عم بيعانوا من هالمشاكل الهرمونية، وهلأ رح نعرف أكثر عنها. أكيد زينب دائما بنقول كل شيء مرتبط بالغذاء، فهل هي المشكلة تحديدا هي مرتبطة بالغذاء، وكيف يكون الغذاء صحي لحتى نحمي حالنا وكل هي الصبايا يحموا حالهم من هي المشكلة؟ كل هي أسئلة حتجاوبنا عنها الدكتورة غزل الحلاق اختصاصية التغذية. صباح الخير دكتورة. أهلا صباح الخير. يسعد لي صباحك دكتورة. صباح الخير. يعني حكينا بالمقدمة أنه فرح يمكن أنه فعلا هاي المشكلة كتير يمكن صرنا نسمع عنها بشكل كتير كبير، يعني من 5 سنين فرقت عن هلأ مثلا حتى أعداد المصابات. مزبوط. يمكن مثل ما قلنا تحت الهواء نحن وياكي بسبب ضغوط الحياة، يمكن المشاكل الثانية هلأ رح نعرفها أكثر منك، لكن بالبداية خلينا نعرف لمحة عن تكيس المبايض وشو عم يختلط على الناس حتى ما يفكروا تكيس موبايل. تمام. هلا مثل ما حكيتي انه باخر الدراسات بتبين انه كل 10 سيدات في سيده معرضه للاصابه بتكيس المبايض. هلا متلازمه تكيس المبايض هي عباره عن حاله بتصيب الجسم نتيجه خلل هرموني بصير بالجسم. هذا الخلل هو عباره عن مقاومه لهرمون الانسولين وارتفاع لهرمون الذكوره بالجسم السيده. تمام. فمنلاحظ انه في اعراض مرتبطه مع تكيسات المبايض، من ظهور المشعر الزايدة بمناطق غير مرغوبة عند السيدات، البدانة ممكن تكون عرض من الأعراض وخاصة بالمنطقة الوسطى. نعم. بمنطقة البطن والأرداف أكثر. نعم. شيء فملاحظ أنه في زيادة وزن. هلأ ممكن يكون من الأسباب هي زيادة الوزن، بس لهلأ بالدراسات ما بيقول لك أنه في سبب واضح لتكيسات المبايض. تمام. بس الشيء الواضح أنه هو عبارة عن خلل هرموني بيؤدي لتشكل تكيسات صغيرة على جدار المبيض، هي عبارة عن بويضة غير مكتملة بيكون أعدادها كبيرة بالإضافة أنه حجمها صغير. فهي الأعراض كلياتها ممكن عرض أو عرضين يخلينا نأكد أنه هاي المريضة معها تكيسات مبايض. نعم. فينا نعرف منك دكتورة شو أنت بنوصل لدرجة خطورة معينة لتكيس المبايض؟ هلأ ما أقصد درجة خطورة، بس هي الصبية بالمجمل بتجي لتشيك نتيجة اضطرابات بالدورة الشهرية، فبيكون في عندها إما اضطرابات كتير بالدورة الشهرية، ممكن شهرين او اكثر من 35 يوم ما عم تشوف الدوره الشهريه، او احتمال
الأوجاع ممكن بيأثر على الحمل كمان. تمام الحمل. فبأثر على الحمل كمان. ممكن يكون في عندنا بدانة غير معروفة السبب، أو هي عم تتبع لرجيمات معينة ما عم تستفاد. فهون لازم نشيك على موضوع الهرمونات ونشيك على موضوع المبايض، وقتها بنكتشف أحيانا أنه في عندنا تكيسات. فالعلاج الدوائي مع العلاج الغذائي ممكن يساعد هاي الصبية. نعم. طب دكتورة، دايما عم نسمع أنه الغذاء عم بشكل تقريبا خلينا نقول 40% من كافة الأمراض اللي عم نسمعها. خلينا نحكي، هل له علاقة بتكيس المبايض؟ في أغذية مسموحة، في أغذية ممنوعة؟ خبرينا شوي حتى نصحح إذا كان في معتقدات خاطئة أو نحكي المعلومات الصحيحة. تمام. هلأ بمجمل الأمراض صرنا دور العلاج الغذائي كتير مهم وكتير بيساعد، بالإضافة للعلاج الدوائي. كمان السيدة المصابة بمتلازمة التكيس المبايض لازم ما تأهمل العلاج الغذائي موازية مع العلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيساعد انه يخفف الاعراض، يعني بيساعد هرمون الذكورة انه ينخفض، بيساعد الخلايا انها تتحسس لهرمون الانسولين بشكل اكبر، بس ما بتخفي المرض. مهما وقفنا الدواء رح يرجع التكيس. لهيك نحن منساعد الصبية بعلاج غذائي وتغيير نمط الحياة. فينا نحكيهم بخمس نقاط اساسية بمواضيع الاكل، شو الاشياء اللي نبتعد عنها وشو الاشياء اللي نركز عليها. سيدات مريضات تكيس المبايض أول شيء بتفكر فيه إنه هي نتيجة تكيسات المبايض هي لازم تمتنع على الكربوهيدرات والنشويات، الرز والخبز، وهي معلومة كتير خاطئة. المهم هون إنه نركز على أنواع الكربوهيدرات المعقدة ونأخذها من مصادر غذائية جيدة. الكربوهيدرات المعقدة مثل البرغل، الفريكة، الخبز الأسمر، الشوفان، فهي الأنواع بتساعد إنه يرتفع سكر الدم بشكل تدريجي، فما بيكون في عنا ارتفاع لهرمون الأنسولين بشكل كتير كبير. هاي بنقطة الكربوهيدرات. كتير مهم إنه تركز كمان على الخضار والفواكه، أنه يكون الخضار موجودة بكل وجبة من الوجبات لأنه فيها ألياف كتير عالية. كمان فالألياف بتساعد على ارتفاع سكر الدم بشكل كتير تدريجي. نحن منركز مع مريضة تكيسات المبايض على سكر الدم لأنه منتعامل معها مثل كأنه مريضة سكري. تمام. فلهيك منهتم بنوعية الأكل بالإضافة لكمية الحلويات. ممنوعة؟ إيه، كل شيء عبارة عن سكر بسيط يفترض إنه مريض التكيس المبايض تبعد عنه، من الحلويات، الأشياء المعجنات فيها نسبة سكر ودهون كتير عالية، العصائر، حتى لو كان عصير فواكه طبيعي بس هو سكر بسيط فبيرفع سكر الدم بشكل كتير سريع، فيفضل إنه نبعد عنه. لا حكينا شوي إنه من الأعراض هو البدانة والوزن الزائد، وهذا شيء كتير مزعج للسيدات. فإذا بدنا نحكي نحن عن الحمية، هل من الممكن أن تكون الحمية ناجحة أو نخفف من زيادة الوزن؟ مثل ما ضعف الإيمان ما بدنا نزيد أكثر. تمام. هلا أكيد الحمية بتساعد مثل ما حكينا على علاج تكيسات المبايض وعلى العلاج من البدانة. البدانة ممكن تكون سبب للتكيس وممكن تكون نتيجة لتكيس المبايض. هلا الصبية لازم أول شيء تعتمد على توزيع الكربوهيدرات على ثلاث وجبات بس بكميات، نحاول نخفف كمية الكربوهيدرات مو نلغيها، نعتمد على النوعية، نزيد الخضار والفواكه. في ممكن كمان نضيف البذور لوجباتنا مثل بذور السمسم، بذور الكتان، لأنه بتحتوي على نسبة أوميجا 3 أثبتت الدراسات أنه بتساعد على علاج تكيسات المبايض. أكيد الرياضة هي كتير عنصر مهم لمريض التكيس المبايض. أول شيء بتساعدنا على التخلص من البدانة، والحركة بتساعد على ضبط سكر الدم فبالتالي بتساعد على علاج تكيسات المبايض. نعم. هلأ يمكن حكينا أنه لازم يكون موجود الخضار والكربوهيدرات، البروتين، شو وضعه البروتينات كمان؟ لأنه هي جزء هام من غذائنا وما بنعرف إذا بتأثر أو ما بتأثر. لا، البروتينات هي عنصر هام جدا. نحن أكدنا على الكربوهيدرات أنه تكون كميتها محدودة. البروتين نحن منفضل دائما أنه وجبة الفطور عند الصبية اللي مصابة بتكيسات المبايض تكون غنية بالبروتين، اللي ممكن تكون عبارة عن بيض، ممكن تكون عبارة عن ألبان، أجبان أو فول، حمص، مسبحة، فهي بتكون فيها نسبة بروتين عالية بتساعد انه الصبية تشبع، بتساعد على تخفيف الوزن. صحيح. وبالإضافة انه بتساعد على الحد من ارتفاع سكر الدم بشكل كبير. هلأ دكتورة، يمكن كتير من السيدات لما بيروحوا على دكتور من الوصفات اللي بتنعطى خافض السكر. تمام. هذا الشيء اللي هو بالمعتقد بينزل الوزن، ولكن بالمقابل عم يصير في حالة جوع دائم او حالة شراهة تجاه الأكل. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلأ العلاج الدوائي كتير مهم وما فينا نستغني عنه مثل ما حكينا بمريض التكيسات المبايض. بالنسبة لأنه ممكن يسبب جوع إذا نحن عم
ناخذ كميه ونوعيه غير متناسبه مع وزننا وبخلال النهار. فلهيك توزيع الوجبات خلال اليوم انه ناخذ 3 وجبات، يكون في عندنا كميه الياف عاليه بكل وجبه لانها بتساعد على الشبع اكثر، تكون نسبه البروتين كمان عاليه بكل وجبه لانها كمان بتساعد على الشبع. هي بتساعد ادويه السكر، هي بتساعد مثل ما قلنا انه بتخفض من سكر الدم، بس هي شيء لعلاج الاعراض وليس لعلاج المرض. فلهيك لازم ننتبه على نمط الحياه بشكل كامل، ننتبه على تنظيم وجباتنا خلال اليوم. نعم. طيب يمكن كمان بعض الصبايا لما يصير عندهم هي الاعراض احيانا ما بيحبوا يروح او بيصير في نوع من الخجل او الحياء لاستشاره الطبيب ببعض الاحيان، فبيروحوا على الصيدليه وبيوصفوا ادويه لحالهم منها هرمونيه وهي عم تاثر سلبا. تمام. بدل ما تعطي شيء ايجابي عم تاثر سلبا، او الشيء الدارج اللي هو دواء ما بدنا نذكر اسمه التجاري المعروف. تمام. عند الكل لتنظيم مثلا الدوره الشهريه لانه بصير في خربطه. تمام. خبرينا اليوم قد ايه خطر انه الحدا ياخذ يلعب بهي القصص وخاصه اللي بتاثر على خربطه الهرمونات. صح. هلا بغض النظر كانت مريضه تكيسات او صبيه تعاني من البدانه، اني اخذ دواء هرموني او دواء لاي شيء بجسمي تنظيم دوره او شيء لخفض السكر من دون استشاره طبيب فهو كثير خطر. اول شيء ممكن استفاد بالشيء اللحظي الحالي بس اعراضه والاشياء اللي ممكن تسببها للصبيه مشاكل كثير كبيره، خربطه الهرمونات اللي ممكن تصير معها بعدين نتيجه هذا الدواء، ممكن حتى تصير معرضه لانها تصاب بالسكري نتيجه الدواء، فله كثير مسببات خطيره اكثر من الفائده المرجوه اللي رح تاخذها، فلا ابدا لازم اي دواء خاصه للصبايا انه يكون تحت استشاره طبيب. نعم. بس بنرجع شوي للاغذيه، اليوم بالسيدات او الصبايا يلي حابين يحموا حالهم ويحموا اجسامهم كنوع من الوقايه، شو بتنصحيهم باغذيه معينه ونبعد عن اغذيه اخرى؟ نركز على اهميه الابتعاد عن التوتر النفسي والضغط النفسي، يعني رغم هي الظروف الصعبه نحاول نهدي شوي. تمام. هلا بالنسبه للاغذيه للسيدات بالمجمل اذا بدنا نحكي لتفادي حصول تكيسات المبايض، هلا ما في سبب مثل ما حكينا واضح للتكيسات، بس الحمايه من البدانه انه يزيد وزنها للصبيه هو بيساعد بشكل كثير كبير انه ما تتعرض لتكيسات المبايض مع الوقت. الحياه الصحيه بالمجمل اللي هي بنحكي على كثير بنركز عليها، الرياضه، الحركه، شرب السوائل، تناول الخضار والفواكه خلال النهار بس بكميات معتدله، تنظيم وجباتنا، ما نقعد فترات طويلة على وجبة واحدة، تنظيم الوجبات تكون عبارة عن وجبات متعددة خلال النهار وحتى لو صغيرة، بالإضافة لحتى تكون النوعية اللي عم نختارها من كل وجبة هي نوعية جيدة، نبتعد عن الدهون، عن الأشياء المصنعة، السكريات والدهون الكثيرة. نعم، يعني أكيد بنهاية لقائنا معك بدنا نصايح لكل الصبايا اللي ممكن تحس بأي عرض من الأعراض، كيف ممكن أنه تتصرف وما تخاف، لأنه أكيد. الخوف هو عامل أساسي لما يحس الواحد بخربطة بجسمه، فما بالك لما يكون معه تكيس مبايض. هلا بالنسبه للصبايا اللي ممكن تكتشف انه في عندها تكيسات مبايض، اول شيء استشاره الطبيب مشان موضوع الدواء، ناخذ الدواء بانتظام، ناخذ نظام غذائي معين بيساعدنا على ضبط سكر الدم، اهم شيء واهم فقره الصبر والاستمرار. هلا هو يكشف بالايكو فقط صح؟ فقط بس انه ليس فقط، يعني نحن الايكو مع الاعراض الثانيه عرض او عرضين لنقدر نقيم انه هذا المرض هو تكيسات المبايض. ممكن مثل ما قلنا الشعرانيه والوزن الزائد هم ممكن يكونوا اكبر دليل. مزبوط. واضطراب الدوره الشهريه. تمام. اكيد بدنا نشكرك كل الشكر دكتوره على كل المعلومات اللي قدمت لنا، واكيد الصحه والسلامه لكل الصبايا. شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا، واكيد بنتمنى الكل يكون استفاد من المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك. شكرا لك. أما هلأ فرح منروح للاذقية، حيث تقيم مكتبة الأطفال العمومية بالتعاون مع تجمع القباني للفنون المسرحية ندوة طبية وقائية من السكري والبدانة عند الأطفال. أكيد التفاصيل مع علا ناصر. تقيم مكتبة الأطفال العمومية بالتعاون مع تجمع القباني للفنون المسرحية ندوة طبية وقائية من السكري والبدانة عند الأطفال. سيتم تجسيدها بعمل مسرحي بسيط من إخراج وإعداد مجموعة من الأطفال. من خلال هاي الندوة الطبية اللي صارت عم نحاول أنه
نخلي مجموعة من الأطفال يعني يشاركوا بورشة عمل تدريبية مسرحية، وسيتحول أو ستتحول كل المعلومات التي وردت في الندوة الطبية إلى عرض مسرحي بسيط للأطفال. الأطفال هم الذين سيعدون السيناريو، وهم الذين سيمثلونه، وهم الذين سيخرجونه، لكن طبعا بإشرافنا نحن أكيد. فبالمحصلة سنحصل على عرض مسرحي بسيط يستفيد منه الأطفال المشاركين، وأيضا ستتصدر الفائدة إلى الجمهور من الأطفال أيضا الذين سيحضرون هذا العرض. المحاضرة ممكن تكون نوعا ما ناشفة بالنسبة للأطفال، ولكن رح نحيها ونعطي لها روح من خلال عمل مسرحي بسيط رح يقدموه الأطفال من خلال ماذا فهموا أو استوعبوا من المحاضرة، رح يتدربوا عليها على مدى 3 أيام، بعدها رح يتقدم العرض للأطفال ولزوار المكتبة وللأهالي بشكل بسيط داخل قاعة مكتبة الأطفال العمومية. بتركز بشكل أساسي على العلاج أو النظام الغذائي. نحن ما عم نحكي، ما رح نحكي عن علاج جراحي، عن علاج دوائي، لا، نتجنب على النظام الغذائي الصحيح اللي لازم يتبعوا الأهل ويراعوا الطفل فيه، وعلى العادات والسلوك والتقاليد اللي هي بتساعد كتير بتنظيم غذاء الطفل والحفاظ على وزنه ونموه الطبيعي. هاي فرصة لحتى نحسس المجتمع ونزيد الوعي شوي عند الأهل وحتى عند الطفل أنه ينتبهوا على تغذيتهم أكثر حتى لا يصابوا بهالنمط 2 اللي عم بتبلش أرقامه تعلى مو بس بسوريا، عالميا كمان. إضافة لذلك خوف الأهل وحرصهم على الطفل ما عم بيخلي يطلع لبرا ويمارس أنشطة فيزيائية يصرف طاقة أو شيء، عم بضل رهين البيت والشيبس والموبايلات والأكل الغير صحي العالي الحريرة. أنا أعرف أعطي طفلي الغذاء المناسب يعني من خلال هلأ أني أسمع هاي الندوة وشوف أراء الأطباء طبعا بشكل صحيح وسليم يعني بعيدا عن أي أخطاء. ندوة كتير مهمة ومفيدة لحتى نهتم بصحة أطفالنا بغذائهم، وخاصة هلأ بهالأيام من الأمراض المنتشرة وال يعني الوباء المنتشر، فأكيد فيها فائدة للأهالي وللأطفال، وهالفائدة نحن بناخدها ومنوزعها لكل شيء بنعرفه. نحن جينا على هاي الندوة مشان نوعي الأطفال اللي مصابين بمرض السكري، بدنا نخففوا من أكل السكريات ويعملوا حميات غذائية. الندوة تهدف لتوعية الأطفال والأهالي إلى أهمية التغذية السليمة وضرر العادات الصحية الخاطئة التي تؤدي إلى البدانة والسمنة. يعني زينب بعد ما حكينا عن أهمية التغذية الصحية رح نحكي هلأ كمان عن أهمية الرياضة، وأكيد كل الصبايا اليوم أو أغلبهم بيحاولوا يهتموا بأجسامهم بطريقة معينة للرياضة على أنواعها ومنها الزومبا. رح نحكي اليوم عن أهميتها للصبايا وللأجسام لحتى يكون جسمنا حلو ومتناسق، أكيد مع الكوتش راما مخللاتي مدربة الزومبا. صباح الخير كوتش، أهلا وسهلا. صباحك يسعد. صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني عم نبدأ بفقرة كتير مهمة، وهلأ يمكن أغلب الصبايا عم يتجهوا للزومبا لأنه بتحرق كتير وبنفس الوقت هي رياضة مسلية. تمام. خبرينا أول شيء عن الزومبا بشكل عام. هلأ الزومبا هي عبارة عن حركات رياضية، تمارين رياضية مدموجة بموسيقى لاتينية. تمام. تشكل عن رقص رياضي بتساعد كتير على حرق الدهون. في منها موسيقى سريعة، في منها موسيقى بطيئة. طبعا التمارين والدرس بيكون وفقا على الموسيقى اللي بتنحط. هلا هي كتير بتعطي طاقه ايجابيه وبتعطي ثقه بالنفس وبتقلل من التوتر، في لها كثير اهميات نحكي فيها. اذا بدنا نحكي اليوم عن حرق الدهون، بيقولوا كثير انه الصبيه اللي بدها تحرق دهون بشكل اسرع يمكن تلجا للزومبا على باقي انواع الرياضات، هذا الشيء هل هو صح؟ وليش هي ممكن تحتل رقم واحد بانه تحرق الدهون؟ هلا الزومبا بتحرق بال 45 دقيقه من 500 لل 1000 سعره حراريه تقريبا. هي لانه اعتماد على حركه سريعه وخفة، عن يعني كثير فيها حركة سريعة وخفة، فهذا الشيء يعني بيزيد من سرعة حرق الدهون عند اللاعب. نعم. طب خبرينا اليوم الفئات العمرية الممكن انه تبلش تلعب زومبا، وحتى الكبار فيهم يلعبوا زومبا، يعني خبرينا انه شو بتاخذوا بعين الاعتبار اذا حدا معه مرض معين ممنوع يلعب زومبا، بتعمل مثلا تسرع بالقلب، في تحماية قبلها، خبرينا شو التفاصيل. اكيد. هلا مشان العمر كل الاعمار مسموح لها تلعب الزومبا، عندي الاطفال مستقبلهم من 4 سنين لست سنين هدول لهم طبعا زومبا خاصة فيهم، ومن عمر 6 سنين لل 10 سنين كمان زومبا خاصة فيهم طبعا حسب استيعاب الطفل بدك تعطيه.
زومبا للكبار ولا للصغار بشكل عام بالعكس كتير مفيدة وبتنشط. شو بتفيد الصغار كوتش؟ كيف؟ ليش شو بتفيد الصغار؟ هلا بتفيد الصغار أول شيء بتعلم الطفل على السرعة وعلى الخفة بالحركة، حياته اليومية بتختلف بشكل عام بالحركة، حتى بتزيد عنده نسبة التركيز، يعني بصير الطفل بيركز، بصير عنده توافق حركي، بيركز بين الحركات الإيدين مع الرجلين كيف ممكن الطفل يتحرك. نعم. كمان كان كمان زينا بنشوف أطفال بيعانوا من البدانة بشكل كتير كبير، فالزومبا ممكن تكون كمان وسيلة. تمام. أكيد أكيد هي الزومبا أساساً، يعني الأطفال ما بننصحهم بهذا العمر غير بالزومبا، يعني الطفل ما حيقدر يلعب أكيد تمارين أيروبيك أو تمارين نحت، يعني ما له غير الزومبا وكتير بيلاقوا نتيجة عليها. طيب الزومبا هل بتفيد بنحت الجسم؟ مع صار عندك حالات أنه مثلا تغيرت عليهم الأمور، قدي بدها وقت لتبين النتيجة على الجسم؟ هلأ الوقت حسب الدروس اللي بياخدها اللاعب بالأسبوع، هو أقل شيء لازم 3 دروس 45 دقيقة 3 دروس بالأسبوع، بينحت الجسم وبشد العضلات كتير، بيعطي شكل حلو للجسم طبعا حسب اللاعب وقدراته. في نظام غذائي مترافق معه؟ لا هلا غالبا لا، يعني الزومبا هي حلاوته انه سهله، يعني سهله الممارسه، حتى اي شخص بيقدر يلعب زومبا بيرقص زومبا، ما بدهم اي معدات، حتى ببيتنا فينا نرقص زومبا ونكسب طاقه ايجابيه فيها. شو الفرق بينه وبين الايروبيك كوتش؟ هلا الفرق بينه وبين الايروبيك، الايروبيك هو اعتمادنا على موسيقى، موسيقى الايروبيكس هي موسيقى اي موسيقى اجنبيه، الاعتماد مو على الموسيقى، الاعتماد على التمارين. اما بالزومبا لا، اعتمادنا على الموسيقى اللاتينيه، الموسيقى اللاتينيه اللي تنحط لانه كل تمرين مربوط بمقطع من الموسيقى اللي محطوطه، فهذا الفرق بيناتهم. طبعا الموسيقى اللاتينيه حتى لها كذا رقصه وكذا مجال الرقص الرياضي مثل السامبا، السالسا، الهيب هوب، في اكثر من شيء، الميرينج، في كذا نوع رقص رياضي. بس نقول كنتائج، يعني السيدة ممكن تحصد نتائج بالأيروبيك نفسها بالزومبا؟ هلا أنا بشجع الزومبا أكثر، الزومبا بالوقت أسرع، يعني بتحرق كمية سعرات حرارية أكثر من الأيروبيك. قد إيه ممكن أسرع. كم سعرة حرارية ممكن تحرقيها ب 45 دقيقة؟ من 500 لل 1000 سعرة حرارية حسب قوة الدرس. هلا لدروس الزومبا لأنه في منهم الخفيف وفي منهم القوي، عرفتي كيف؟ حسب نوع والمبتدئ كيف بتبلشي له، بعدين بعد قد ايه المده الزمنيه ممكن انه حتى تبلشي له بالقوي حتى يقدر يحرق؟ هلا اجمالا الدرس هو اجمالا بيبتدى باحماء اللي هو بيكون رتم خفيف بالموسيقى، حركات مبسطه بين ما يتجاوبوا معك، بدا ما ركزوا بهدول القصص بتفوتي لهم انت بمراحل اقوى، مراحل اقوى اللي هي زومبا فيتنس، فحركات قوه يعني لياقه بدنيه اعلى بتكون، حركات مجهدة أكثر للجسم، بالمقابل بيعطي حرق شحوم أسرع. ممكن إذا بدنا نحكي عن حرق الشحوم العمر يلعب دور، مثلا صبية بـ 18 بتفرق عن صبية بـ 30 أو حتى سيدة بـ 40؟ لا العمر لا، حسب طبيعة الجسم بترجع. هلا في أجسام تتجاوب معك وبتنزل بسرعة وزنها. قد إيه بالبداية لازم تبقى الصبية عم تلعب زومبا إذا بدنا نقول حتى نلاقي نتيجة مو فورية مو سحر بالنهاية؟ أكيد لا، هي أكيد بدنا شهر اثنين أو ثلاثة، أو قد إيه بتحطي مثلا وقت معين؟ هلا إذا بدها تلعب بشكل يومي بدها من الشهر للشهرين تقريبا، يعني هي يومي، يعني حسب صحتها طبعا بترجع، إذا كانت من نوع صحة كثير فبدها وقت، اما اذا كانت رشيقه بتاخذ شد الجسم بوقت اسرع. طيب هي الزومبا مثل ما قلنا هي بالنهايه رقصه من رقصات الدول اللاتينيه ومعروفه فيها البرازيل كثير كمان. في اطلاع على اخر مثلا التحديثات بهي الرقصات، ثقافه البلد نفسه حتى تستفيدوا منها، وخاصه البرازيل معروفه يعني بجمال اجسام صباياها لانه بيرقصوا زومبا، فخبرينا شلون انت بتحدثي معلوماتك، بتجيبي كل شيء جديد للزومبا؟ هلا اجمالا الزومبا هي هلا اكثر شيء، اكثر رقص رياضي هلا يعني دارج عنا بال شائع، والبنات بتحبه لانه سهل مثل ما قلتي، يعني سهل وكثير ممتع، فهو يعني ما يعني تطوير حسب بقى قدره المدرب، يعني حسب هو انت كيف بتطوري حالك. هلا الابداع انه انت تسمعي موسيقى وتعرفي الطب الى تمارين رياضيه مجهده، يعني تحرق شحوم بدها تكون هي الشغلات مدروسه،
ما تحرقشهم نفس الوقت يستمتعوا فيها وما يحسوا بصعوبة إنه عم يرقصوها. نعم. هلا كثير من السيدات مثل ما قلنا يمكن ما عندهم وقت يروحوا ويلعبوا يمكن بالنادي، فبيلجأوا دائما انه نحن بالبيت بنقدر ناخذ ساعة. بدنا نعرف منك شو هو الوقت المثالي لحتى نحن نلعب رياضة اول شيء، وبالبيت شو هي التمارين اللي فعلا نحن قادرين من خلالها نحرق شحوم ما يكون بدها مثلا اي مساعدة او مدرب او اي شيء. تمام. هلا الزومبا اساسا ما بدها لا نادي ولا كثير يعني مهم انه معدات والقصص، لا هو بوط رياضة، ثياب رياضية مريحة بحيث اللاعب يرتاح فيها بالبيت، بيقدر يحط موسيقى ويتمرن. طبعا النت ما خلى حدا يعني حط حركات معينة على النت تمام، أي رقصة بتلاقي الصبايا الصغار أوقات بتلاقيهم فاتحين على رقصاتهم متعلمينها من النت. نعم. ما شاء الله إبداع. طيب خبرينا اليوم في كتير من الحركات المغلوطة عم تسبب مثلا أذية بالعضلات أو بالأعصاب، فخبرينا اليوم كيف أنت ككوتش ممكن تعلمي الحركة الصحيحة وخاصة للنساء يمكن شوي الكبار بالعمر؟ هلا إجمالا أنا الزومبا لما بعطي المشتركات حركة بعلمهم إياها، يعني ما بعطيهم إنه خلاص امشوا معي وهيك على الله ويلا، لا حركة. وطبعاً اللي بتعاني من مشاكل صحية بدها تخبرني، اللي بتعاني من ألم بالركب ألم بالظهر ضروري تخبرني يعني عن هذا الموضوع. في تمارين ممنوعة لهم؟ ليك عن إنه مثلاً النط أو السكوات أو هدول القصص لا، يعني كلياتهم أنا لازم يكون عندي خبر فيهم حتى ما يصير أي أضرار صحية عندي منها. نعم. هلا إذا بدنا نقول للصبايا اللي حابين بالبيت يعملوا زومبا، اليوم كل صبية وشكل جسمها اللي بيختلف من الثاني، وكل صبية بتعاني من مشكلة بمناطق معينة، تقدر هي تختار يمكن الحركات الصحية اللي بتناسب جسمها وتاخذ النتيجة اللي بدها إياها. هلا هي رح تختار بس مو دائما بيكون اختيارها صح، يعني هلا بدها تشوف مثلا مستوى قوة الرقصة. هلا في رقصات تحرق شحوم عالية يعني نسبتها عالية جهدها قوي، وفي رقصات لا بتكون كتير خفيفة، يعني هي ممكن نحن نعطيها احماء بالاندية هي ممكن تاخذها رقصة عادية لها، لا هون ساعتها بدها يعني بده يكون في عندها معلومات عن الزومبا او تلجأ لنادي رياضي. نعم. طيب خبرينا عن يمكن الاشياء المترافقه مع الرياضه وخاصه للصبايا اللي حابين ينحفوا حالهم، ممكن تساعد بخلال حياتنا اليوميه على تنزيل الوزن اضافه للرياضه، يعني كغذاء كمشروبات. هلا كغذاء ومشروبات اجمالا احنا بننصح كثير صبايا يبعدوا عن أشياء مضرة بالصحة اللي هن بتزيد الوزن وبتقل الحركة، مثل مثلا المعجنات، الحلويات، الشيبسات، الخبز، كل شيء طيب. كل شيء طيب من بعد كل شيء طيب. يعني هدول الشغلات كلها بتزيد الوزن وبتعطي تقل الجسم، يعني حتى الحلو كتير بيعطي تقل الجسم، حركتك بتكون تقيلة. المقالي الزيوت هذا كلها طبعا مضر وكتير يعني بيأثر على الجسم. الأكل بالليل والنوم، الأكل مباشرة قبل النوم. تمام. طيب مثل ما قلنا يمكن في مشروبات معينة بيقولوا انه هي بتساعد بتخفيف الوزن، ان كان ليمون عادي وان كان زنجبيل مع قرفة وكل هي اللي انشهرت بشكل كثير كبير، خلينا نحكي عنها بالتفصيل لانه اليوم كثير من الصبايا عم يسألوا شو هي المشروبات اللي بتساعد مع الرياضة لحتى نحرق هي الشحوم. هلا غالبا الزنجبيل الصبايا كثير عم تعاطوا، الميرمية مثل ما حكيتي تفضلتي، مع الليمون طبعا يعني كتير بيساعد على حرق الشحوم الصبح على الريق. والليمون على الريق كمان عم يقولوا مع مي فاتره وعسل. هلا الليمون غالبا عم يحطوه مع الزنجبيل والميرميه، يعني خلطه عم يعملوها الصبح على الريق كاسه كتير بتساعد على حرق الشحوم. طب ناياك كمان تقدمي هيك بعض النصائح لكل الصبايا اللي لسه ما فاتوا بحياتهم للجيم وحابين يختاروا رياضه مسليه يقضوا فيها وقت ويفرغوا طاقتهم السلبيه بنفس الوقت، شو الخطوات اللي لازم يعملوها وكيف اشرحي لهم رح يتدرجوا فيها للزومبا؟ هلا رياضه مسليه هي زومبا غالبا، إذا البنت ما لها خلق كثير للرياضة، ما بتحب الأيروبيك، ما بتحب التمارين، بتلاقيها جهد وصعب عليها، لا بنصحها بالزومبا، هي منه بتفرغ طاقة ومنه بتكون بتنشط نفسيتها، بتشد جسمها، بتحافظ على لياقتها، بتنشط حركة القلب والأوعية الدموية، كثير فيها إفادة، وبنفس الوقت تسلية وتفريغ للطاقة السلبية. هي أهم شيء. تماماً. فأنا بنصح السيدات لو 3 أيام بالأسبوع تقدروا تنزلوا على نادي رياضي تفرغوا طاقة وتتمرنوا
تكسبوها صحيا ونفسيا. اكيد. كل الشكر لك كوتش، بتمنى لك اكيد التوفيق ولكل الصبايا يلي يمكن لسه ما دخلوا بهي الحياة يجربوها، لأنه هو فعلا بتشيل الطاقة السلبية مثل ما قلنا، وبتروق وبتهدي الأعصاب. شكرا لك كوتش. حبيبة قلبي، شكرا لوجودك معنا يا كوتش، وموفقة أنت وكل اللي حابين رياضة الزنبة. ميرسي إليك. أما هلأ فرح، من نروح لحلب اللي دعم الشباب من لديهم موهبة الرسم بكافة أشكال وحالة فنية إبداعية، عم يشهد معهد أرت الأكاديمي للفنان محمد زيدان بحلب ضمن حملة تدريبية مجانية للرسم. أكيد التفاصيل مع مراسلنا بحلب أنس رمضان. حالة فنية إبداعية يشهدها معهد أرت الأكاديمي للفنان محمد زيدان بهدف دعم الشباب من لديهم موهبة الرسم في محافظة حلب. حلب ولادة، ولادة الأدب والفن والشعر والغناء والفن التشكيلي. هاي المبادرة الهدف منها تشجيع الطلاب، إن كان ما صح لهم فرصة دخول لكلية فنون أو ما شابه، ففرصته هون لأنه يتدرب على أسس معينة بمنهج معين بالفن التشكيلي. الهدف الأساسي من المبادرة هي خلق أو فرصة لهذا الطالب أنه يكون فنان تشكيلي يوما ما. هو كتير دعم للمواهب الطلاب لتقدر تنمي مواهبهم بشكل أكاديمي واحترافي. طبعا نشكر لكل الراعيين والقائمين على هالمشروع لدعم المواهب. فقد أطلق الفنان محمد زيدان حملة مع عدد من الفنانين لتدريب ودعم الشباب ممن لديهم موهبة الرسم بكافة أشكاله بشكل مجاني ضمن المعهد، بالإضافة إلى دورات لليافعين والصغار. هلأ بالنسبة لي أنا الرسم كتير شيء يعني كنت بحبه، وبتمنى أنه لو اشتغلت عليه من صغري، فأنا وقت ظروف ما ساعدتني أنا وصغيرة أنه أدعم هاي الموهبة، فتقريبا يعني من صغري لهلا مسكت القلم، صار لي 3 أسابيع خلتني ارجع اضوي على هذا الجانب من حياتي اللي انا يمكن انشغلت فيه بسبب ضغوطات الحياه والدراسه. تقريبا صار لي 8 دروس، الحمد لله النتيجه كثير حلوه، ويوم عن يوم عم حس انه عم اتطور اكثر يعني، والرسمه عم تطلع احلى. كثير مبسوطه باللي عم انجزه يعني، كنت ما كان عندي هالالهام هذا هلا، بس صار عندي قوه وتشجيع اكثر. برسم جرافيتي، وهلا هون جيت على المبادرة مشان أتعلم رسم التشكيلي. طلاب من كلية الطب والهندسة وغيرها من الاختصاصات يقضون أوقاتهم في اكتساب خبرات جديدة لتكون متنفسا لهم من الضغط الدراسي وغيره، خاصة أن هذا النوع من الفن يشبه الموسيقى في إشباع الروح. منضل بعالم الطب طبعا زينب، ورح نحكي عن يمكن اليوم قدي حلو الابتسامة تكون حلوة وجذابة، ومثل ما بيقولوا يمكن أول شغلة بنطلع عليها بالشخص هي ابتسامته قدي ممكن تكون حلوة، وشكل الأسنان بياضة، كل هي التفاصيل أكيد كثير بننتبه عليها بأي شخص يمكن بنشوفه لأول مرة ومن بيلفتنا في شيء. قد ايه بتشوفي هذا الشيء زينب بالسيدة؟ كثير، خاصة الابتسامة إذا كانت حلوة والأسنان حلوين ملفتة للنظر وبتعطي جمال كثير كمان، هذا صار شيء شائع ومطلوب حتى لو ما أنه موجود بالأصل، صار مطلوب لتجميل هذا الشيء الأكثر. تمام. هلا الفكرة أنه إحنا ممكن بنعتقد كلياتنا أنه ممكن الجمال يكون بس بالأسنان، لكن الابتسامة الجميلة إلى كثير شروط مثل شكل اللثة والشفايف والأسنان كمان وصحتها ولونها لحتى نحصل على ابتسامة حلوة وبيضة. أكيد رح يجاوبنا دكتورنا الدكتور روني توم أخصائي تقويم وتجميل الأسنان كيف نقدر نحصل على هي الابتسامة الجميلة. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع هلأ كل الصبايا عم يتجهوا لتجميل أسنانهم يعني حتى يحصلوا على ابتسامة هوليود مثل ما بيقولوا لها، مع أنه ما كتير بعد دارجة هذا البياض الناصع. خبرنا أنه في ناس عم يعملوا هي الابتسامة بس ما عم يحصلوا عليها لسبب ما، فخبرنا أول شيء شو الصحيح لحتى يحصلوا على هاي الابتسامة، وشو الشائع هلأ الدارج أكثر، هذا البياض الناصع ولا اللون العاجي الطبيعي؟ تمام. هلأ مثل ما تفضلتي، في أشخاص بشكل طبيعي بتحسي ابتسامتهم جميلة، في أشخاص تاني حتى لو هني ساووا هوليوود سمايل بتحسي أنه ما نجحت معهم. تمام. ففي سر بالابتسامة
السر هو انه الابتسامه هي مجموعه عوامل مع بعض، ما هي اسنان، هي اجتماع الشفاه مع اللثه مع الاسنان مع القوس السنيه كامله. فاذا ما كان في معدلات صحيحه بهي العوامل ما بتطلع الابتسامه بشكل كامل صحيح. يعني اذا كان في الاسنان صحيحه بس الشفاه فيها مشكله، في انكشاف لثه مثلا، عرض القوس ما هو كافي، نحس انه في مشكله، يمكن ما نحسن نعرف شو هي. او الاشخاص العاديين بيطلعوا بيشوفوا ابتسامه بس ما يعني ما انا مريحه بس ما بيعرفوا شو هي. هلا نحن راح نحدد بالضبط بالقيم شو لازم تكون العوامل هاي لحتى تكون الابتسامه صحيحه. نعم. هلا مثلا بدنا نحكي على الشفاه، اذا ما كانت الشفاه ممتلئه ممكن تاثر على الابتسامه، هي اقل تاثير. هلا العامل الاكبر بيروح للاسنان تمام، بس في العوامل الثانيه ما فينا نغفلها مثل انكشاف اللثه مثلا. يعني اذا اللثه الاسنان احيانا ما بتكون ظاهره، بيكون في نقص بظهور الاسنان، بنحس انه الابتسامه مثل خجوله او ما انا يعني ما انا ابتسامه، يعني هي اقل من ابتسامه. احيانا بيكون في انكشاف زايد باللثه، يعني الاسنان صفتهم حلوه معمول لونهم حلو بس في غلط. العوامل يلي الاشخاص ما بينتبهوا لها هي عرض القوس السنيه وشكل القوس السنيه. هلا العرض لما ما يكون كافي بيترك فراغات سوداء بين الاسنان والخد، نسميها نيجاتيف سبيسز. هي كثير شو القوس السني بس؟ القوس السني المقصود فيه التقوس تبع الاسنان، يعني من الطرف للطرف بشكل قوس. تمام تمام. هذا القوس لازم يكون شكله يو، يعني احنا اذا طلعنا من تحت لازم يكون شكل القوس حرف يو. تمام. اذا اخذ القوس شكل في، في مرضى بيقولوا لي انا عندي بروز، هن ما عندهم بروز بس شكل القوس عندهم في، يعني محدب من قدام والانياب داخل لجوا، هذا بيعطي منظر بروز بس هو ما له بروز. تمام. يعني احنا بنركب التقويم هون بنرجع شكل الفي لشكل اليو، بتلاقي راح البروز، ما هو نظر هذا عين ممكن بس. ممكن يكون بتقويم او ممكن يكون بفينير او كيف. تمام. هلا المعالجه الصحيحه تعتمد على التشخيص الصحيح. انا اذا شفت انه شكل القوس في وجيت حاولت اعمل ابتسامه ممكن ما احصل ابتسامه صحيحه، فاحيانا بضطر اني او حسيت في تضيق بالفك وجيت اعمل ابتسامه ما بحصل على نتيجه صحيحه. فبدي اضطر وسع القوس العلويه وبعدها ساوي التعويضات اللي هي فينير او زيركون. فالتشخيص الصح هو اللي بيؤدي لنتيجه بالاخر صحيحه. فاذا دخلت المريض بمعالجه ما أنا مبنيه على تشخيص صحيح ممكن ما نوصل لابتسامه جميله. وصح ساوي الاسنان بس ما وصل لنتيجه نهائيه. هذا السر بجمال الابتسامه، التشخيص الصحيح والحلول الصحيحة. دكتور كثير من الأسئلة إنه شو الفرق بين الفينير المنير والزيركون، شو أمتى السيدة أو حتى الدكتور بيختار نوع معين من الأسنان رح يشتغل فيه؟ تمام. هذا سؤال كثير بيسألونا إياه المرضى، وفي كثير في أشخاص بيعرفوا شو الفرق بين الفينير والتاج بس الأغلبية ما بيعرفوا، وبيسألوا كثير إنه أينه أحسن، أينه أحسن الفينير ولا الزيركون. هلا انا راح احكي ليش طلع الفينير. يعني احنا بالاول ما كان عندنا شيء اسمه فينير، كان بس نبرد السن من اربع جهات ونحط له تاج. هلا مع تطور مواد الاسنان، بالبدايه كنا احنا مضطرين نبرد السن من اربع جهات لحتى نثبت التاج يلي بنجيبه على السن. هلا مع تطور مواد الاسنان صار ممكن الصاق التعويض على السن. يعني بالاول ما كان في هالمواد اللي تسمح لنا نلزق شيء على شيء، يعني التعويض ننسقه على السن. تطور بمواد الأسنان سمح لنا نستخدم الفينير اللي هو قشرة بس مثبتة بطريقة الإلصاق. ليش نحن لجأنا للفينير وبعدنا عن التاج؟ هلأ في مبدأ اللي هو المبدأ الأهم بطب الأسنان وكل اختصاصات طب الأسنان تجتمع عليه، هو المحافظة على النسج السنية. يعني نحن اقل ما يمكن لازم نهدر النسيج السني، فنحن بدال ما نضطر في صور هلا بنشوفهم الفرق بين تحضير الفينير وتحضير التاج، يعني بتشوفي شكل السن اللي بده يستقبل الفينير قد ايه هو سن، يعني سن سليم او ما له مشوه، والسن اللي بده يستقبل التاج شلون. عم نشوف الصور مع بعض اول شيء دكتور على الشاشه هون. تمام. هون الحالات يلي مشتغلينهم، بس في صورة محددة بتظهر الشكل الفرق بين الفينير والتاج.
بتشوفي كمية الهدر النسج بالتحضير اللازم للتاج. فهذا المبدأ نحن دائما بنحاول نحافظ على النسيج السني. فلهون اتجهنا للفينير اللي هو تعويض بشكل قشرة من وجه السن بسماكة نص ميلي. نعم تمام. نعم دكتور، يعني خلينا نحكي شوي هلأ بما أنه يعني صحة الأسنان معتمدة حتى على الاعتناية أو العناية فيها، ما ضروري يعني كل الناس تعمل الفينير أو اللومينير أو الزيركون إذا كان عندهم أساس حلو، وأيضا الحالة الاقتصادية يعني ما لا الكل بتسمح أنه يتجهوا لتجميل الأسنان إلا إذا عندهم مشكلة كتير ظاهرة بأسنانهم. خبرنا، هل هناك علاجات أخرى ممكنة لتبييض وتجميل الأسنان وسعرها ممكن ما يكون بهي الكلف؟ لأنه نحن بنعرف أنه ارتفعت أسعارها، وخاصة المواد ارتفعت أسعارها كمان. هلأ في عدة خيارات طبعا، والخيارات تنطلق من مبدأين. أول مبدأ واللي حكينا عليه هو المحافظة على النسج السني، يعني المريض بفضل يحصل على الابتسامة الجميلة من دون ما يخسر شيء من أسنانه. تماماً. تمام. فلما نحن نحصل على شفاه جميلة، لسة بأبعاد صحيحة، الأسنان تكون مرصوفة بشكل مقبول، يعني مثلا ما في تراكبات، ما في نخور شديدة، ما في، هذا المريض بيقول لك أنا أسناني سليمة الصح ما يبرده. فنحن ممكن نروح على التبييض فقط. يعني نحن بس انه شكل السن ما في تكسر، ما في، شكل الاسنان حلو، ابعادها صحيحه، ما عنده مشاكل بالاسنان، فنحن بنروح على التبييض. التبييض مشكلته انه يعني بده اعاده، مثلا التبييض نتيجته بتدوم 6 شهور للسنه حسب المريض شو بيشرب، شو بيدخن، شو كذا. في مرضى والتبييض كمان في مشكله ثانيه انه ما بيوصل للدرجات الفاتحه كثير، اللي هي في مرضى عم يروحوا له بشكل خاطئ، يعني بضل الطبيعي احلى. يعني مثلا الاي 1 هو افتح لون بالاسنان الطبيعيه، هذا انا يعني انا برايي الشخصي هو احلى لون. ممكن نروح للبليتش، بليتش 4، يعني بين الاي 1 والبليتش 4 لون كمان حلو، بحيث هو مبيض على الاسنان الطبيعيه. اما لما نروح للاي 2 البليتش 2 والبليتش 1 صار شيء مبين صناعي. مع هيك في مرضى انه لا بدهم اياه، هذا التبييض ما فيه يوصل له، يعني التبييض اكثر حد بيوصل اي 1، يعني بين الاي 1 والبليتش 4 هذا اكثر حد بيوصل له. ففي مرضى ما بيشتغل معهم التبييض، خاصه انه بده يعيد كل 6 شهور. فالحل الثاني اللي هو كمان بحافظ اكثر على النسج السني هو الدايركت كومبوزيت. فنحن هون ما بنبرد السن ابدا، بس كمان بسبب تطور مواد الالصاق صار فينا نستخدم الحشوات الضوئيه اللي بتلتصق على السن التصاق. فهون نحن ابدا ما بنحضر السن، بس بننظف السطح تنظيف، ومنساوي تخريش للسن، وبنحط طبقات كومبوزيت اللي هي الحشوه البيضة نفسها. بس طبعا الدايركت كومبوزيت صار يعني يجي بانواع محسنه، يعني خاصه تجميليه اكثر. فنحن بنساوي طبقه، يعني نحاول نصف الاسنان بلون فاتح. هلا في دايركت كومبوزيت كمان يجي بليتش، يعني هذا مخصص للموضوع الدايركت كومبوزيت، لانه نحن بدنا نساوي ابتسامه. تمام. بعد الدايركت كومبوزيت نحن بنروح على الفينير. هلا الفينير بده تحضير، يعني الفينير قلنا سماكته نص ملي، ففينا نشتغل من دون تحضير، بس يعني اقل ما يمكن نساوي خط انهاء او تحضير بسيط على حرف اللس مشان الفينير ما يترك درجه بينه وبين السن. هلا اكثر شيء موجود عندنا بسوريا هو في اللومينير، بس بصراحه ما هو كثير موجود بسوريا لانه بده تقنيات عاليه، موجود بامريكا وبدول. الزيركون يمكن اكثر. اللومينير بيجي اخف سماكه من الفينير، بيترك حرف بينه عفوا المنير ما بيترك حرف، الفينير اللي موجود بسوريا ممكن يوصل ل 0.2 ملي، هو بيترك حرف يعني 0.2 ملي بينه وبين السن، هذا يعني يعتبر حل مقبول اذا نحن ما بدنا نبرد السن ابدا. يعني في مرضى بيشترطوا انه انا ما بدي اقرب على اسناني ابدا، بس بدي الفينير. هلا دكتور، في بعض المرضى يمكن عندهم هذا الوعي وبيعرفوا شو مضار نحن نبرد السن لدرجه كثير كبيره، لكن شفنا كثير من الحالات كمان انبردت الاسنان لدرجه كبيره، فخلينا نعرف شو هي خطوره هذا الشيء. تمام. هلا التحضير الاسنان، نحن البرد بنسميه تحضير، تحضير الاسنان له ابعاد. هلا مثلا انا بدي اجيب الزيركون مغطى بوجه ايماكس، انا الزيركون لازم تكون سماكته 0.6 او 0.8 ملي اقل شيء، مغطى بطبقه نص ملي، يعني انا بدي اشيل من السن 1.5 ملي.
تمام، فأنا مجبر إني أبرد السن 1.5 ملي من 4 جهات. تمام، هلا لما أبرده أكثر من 1.5 ملي أنا صرت عم أشتغل غلط، أنا صرت عم زيد الزيادة. شو خطورة هذا البرد دكتور؟ هلا مثل ما حكينا النسج السنية مقدسة بطب الأسنان، يعني أنا عم شيل نسج سنية، هذا الشيء غلط. شيء ثاني لما خفف سماكة النسج المتبقية من السن صار السن عرضة للكسر، وأكثر من هيك أنا عم أقرب على اللب. لب السن في له أهمية كتير كبيرة كمان الناس ما بتدركها. لب السن هو منبه داخل السن، هو حيوية للسن، يعني متى انسحب العصب تبع السن أنا خسرت نص عمر السن. يعني مثل الشجرة لما تقطع عينها المي شلون بتتكسر. سحب العصب يعني كتير سحب العصب شيء مضر للأسنان، فنحن في حالات مضطرين نسحب العصب، وهي استطباب لسحب العصب واللي هي التهاب اللب. بس نحن إذا سن سليم بردنا منه زيادة فنحن عملنا عليه خطورة، وعلى العصب عملنا خطورة، صرنا يعني مضطرين نسحب العصب وهو ما كان بده يسحب عصب. فالثلاث أسباب اللي هي ما لازم نسحب العصب فيها، قلنا هو حيوية للسن، هو منبه المريض إذا فقد العصب، عامل تاج هو نخر بين صار في نخر بين التاج والسن، هو ما حس بشيء. بينما لو عنده عصب بيروح بيعالج، يشيل التاج بيعالج النخر تحته مثلا، هو ما عنده عصب انكسر السن وما حس. تمام، المعالج اللبية إلا السبب الثالث، لأن نحن ما ندخل على العصب بشكل تعسفي، في نسبة فشل بالمعالج اللبية. يعني إذا أخصائي لبية بيسحب العصب في عنده نسبة فشل 10-20%، إذا بيسحب عصب 10 أسنان بيطلع عنده خراج أو خراجين. تمام؟ نعم. هي البرد الزائد للأسنان يعني هي خطورته، بيعرض السن، بيضعف السن وبيعرض العصب للخطر. نعم. طب دكتور خبرنا، يمكن حتى في طرق تحضيرية للحفاظ على الأسنان قبل ما توصل لمرحلة الفينير واللومنير والتجميل، وخاصة مثل ما قلنا اللي عنده سن طبيعي، ونحن كل مجمل حديثنا اللي عنده سن طبيعي جميل ما يلجأ للتجميل، وحتى لأنه كل شيء تجميلي صراحة بيأثر على الأسنان، هو آخر خيار. فخبرنا اليوم شو هي الخطوات للمحافظة على أسناننا، يعني شو لازم نعملها كتنظيف عند الطبيب حصرا، لازم يكون مثلا شو القصص اللي لازم نحن نعملها حتى يضل السن هيك بعزه مثل ما بيقولوا. تمام. هلأ الأساس الأساس بالمحافظة على الأسنان هي تفريش الأسنان. يعني مثلا لما التنظيف لازم يكون 3 مرات باليوم بعد الأكل، يعني الواحد بيأكل 3 مرات مثلا لازم ينظف 3 مرات. بس بعرف أنا أنه صعب العالم تنظف 3 مرات، فأنا بنصح مرضاي أنه يعتمدوا وقت محدد لتنظيف الأسنان، مثلا الصبح يتعود هو أنه لما غسل وشه يتعود أنه خلص يمسك الفرشاة ينظف أسنانه مرة باليوم. هلأ مرة باليوم بتكون كافية صراحة، بس يعني هي الحد الأدنى. يعني إذا مر يوم ما نظف أسنانه هو بلش يضر حاله، لأن هلأ ما بعرف يعني لما يمرق 24 ساعة يمكن كلنا إذا بنحاول نحس أنه في طبقة صارت على السن كلسية، ما كلسية بس هي صارت فيها تجمع للجراثيم. أما تنظيف الأسنان مرة كل 24 ساعة بيشيل هاي اللطاخة، فهو بيحمي الأسنان من النخر. هلأ في أشخاص أسنانهم وراثة ضعيفة، في أشخاص تلاقيهم ما بينظفوا أسنانهم يعني أسنانهم كويس، كمان الوراثة بتلعب دور وبنية السن والكلسية اللي موجود بالسن. بس بالآخر الواحد لازم يعمل اللي عليه، نظف أقل شيء مرة باليوم. في شيء مهم، المرضى لما يكونوا عم ينظفوا أسنانهم عندهم التهاب لسه بسبب أنه ما كانوا ينظفوا أسنانهم، أو أسنان حساسة. أسنان حساسة هي بدها علاج خاص، يعني ممكن مضامد فلور، معاجين تحوي فلور، ممكن بالعيادة نطبق مادة الفلور على الأعناق. تمام؟ هلأ موضوع التهاب اللثة ونزف اللثة، يعني بيقول لي المريض أنه أنا عم نظف أسناني عم تنزف لثتي، فبيوقف بخاف بفكر هو عم يضر حاله. هون بالعكس تماما، أنت لما نزف لثة يعني في التهاب لثة، يعني أنت لازم تنظف أكثر، حتى لو الدم لو في دم أنت نظف فوق الدم، خلي اللثة تطيب لحتى يوقف الدم. تمام؟ بس في مشكلة لما يكون في كلس هون، قد ما ينظف ما بيستفاد. فالمريض يلي متأكد انه ما عنده كلس بس عنده التهاب لسه يمشي على هذا الشيء، بس يلي عنده كلس، كلس هو بيكون على حواف لسه بلون أصفر أو أسود، هذا لازم يروح على العيادة فورا يشيله بجهاز الألتراسونيك، يعني ما بيأثر على الأسنان.
كمان هذا الشيء مهم. كل الناس تفكر أن تنظيف الأسنان بجهاز بضر الأسنان. السن إذا سليم أبداً الألتراسونيك ما بيأثر عليه، بس السن إذا فيه نخر أو في ضعف بالمينا الألتراسونيك بيحفر. تمام؟ فكثير مرضى بيقولون أنه أنت خربت لي أسناني لأنك نظفت اللي بالجهاز. هي السن كان فيه ضعف بالمينا وهو بداية نخر، والجهاز بالفعل بيشيله. لما يكون في ضعف بالمينا والجهاز يشيل هاي الطبقة ترجع فورا تصبغات ويرجع الكلس بسرعة. هذا الشيء دكتور بينطبق شيء على تبييض الأسنان خاصة بالليزر اللي بنسمع كتير إنه هو ممكن التبييض بيأذي طبقة المينا بيأذي السن، شو مدى صحة هذا الشيء؟ هلأ التبييض مواد التبييض يعني موافق عليها من الصحة العالمية، فما هي اختراعنا، هي اختراع شركات وموافق عليها، يعني هي ما بتأثر أبدا. ممكن يكون في تأثير بس هي آمنة بصراحة. أنا يعني بتقديري تأثيره ممكن يكون 3 أو 4%. طيب شو هي النصايح اللي هلأ بتنصحها، وخاصة أنه في أخطاء حتى بعد ما ينعمل اللومينير والفينير، وفي أشياء ممنوعة تتاخد، في أشياء ممنوعة تنعمل، في أشياء مسموحة، خبرنا كمان للحفاظ على اللومينير أو الفينير كيف لازم يتصرفوا. تمام. هلا الشيء مهم بالفينير واللومينير، والكثير عالم تخاف منه انه يفك اللومينير او الفينير بيفك مثلا او شيء. هلا اللي بده يساوي فينير بده يداري شوي، يعني الفينير بصراحه اضعف من التاج الزيركون، يعني ممكن يفك بس بيفك بحالات يعني مثلا المريض كسر شيء او اكل شيء قاسي. يعني اللي حاطط فينير مثلا ما لازم ياكل جوز او يحاول يكسر جوز او عرفت علي. بس بشكل عام الفينير ما بيفك، يعني ما هو بهالسهوله بفك. مثلا انا في مرحله انه جيت بدي اشيل الفينير ما احسنت، فاضطريت قصه بالسمله لحتى اشيله. تمام. فالفينير بفك بحالات طريقه التطبيق بتكون خاطئه او المواد المستخدمه ما بتكون صحيحه. يعني له عمر معين دكتور الفينير؟ بعض العمر عمر 10 سنين. تمام. عمر التعويضات ما بيتعلق بالتعويض نفسه. هلا الفينير ابدا ما بياخذ لون، الفينير ما له عمر، يعني ما بيخرب. اذا بتحطيه على الطاوله بتتركيه 50 سنه ما بصير له شيء، بس يلي بيصير لسه نفسها بتتراجع. مثلا العظم بيتراجع بعد 20 سنه بتلاقي صار في تراجع بالعظم، تراجع باللسه. هون انكشف الحرف الفينير فانت صرت مضطره تبدله. بعد 20 سنه الاسنان مثلا بين الفينير والسن ممكن يصير نخر. يعني المريض ساوى تعويض للتاج بس في حواف بين يعني ما ساوينا تعويض لكامل السن، نحن ممكن يصير نخر تحت التاج. هيك بيخلص عمر الفينير بصير لازم يتبدل، اما قطعه الفينير نفسها ما بيخلص عمرها. نحن بنشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وبالتوفيق لك. شكرا لكم. شكرا لك مره ثانيه دكتور. الله يسلمك. اما هلا فرح بدنا ننتقل لاستوديو الاخبار مع زميلتنا لور خضور للاطلاع على اهم واخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه. صباحك يا لور. صباح الخير زينب، صباح الخير فرح. موجز لاخر الاخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. استقبل الرئيس بشار الأسد يوري بوريسوف نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية الذي يزور سوريا على رأس وفد حكومي واقتصادي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي القائم بين سوريا وروسيا وخاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري. وأعرب الرئيس الأسد عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون بين البلدين وحرص سوريا على إنجاح الاستثمارات السورية الروسية المشتركة التي تلعب دورا أساسيا في استمرارية وتوطيد التعاون المشترك. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما تقوم به المجموعات الإرهابية من محاولات فبركة مسرحية لاستخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب لاتهام الجيش العربي السوري بها يتم بتوجيه ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وأجهزة المخابرات التركية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح إن التنظيمات الإرهابية وإرهابيي جماعة الخوذ البيضاء ومن يدعمها في الميدان وفي بعض
بعض المنصات الدولية لم تتوقف عن التحضير لأعمال إرهابية من خلال الإعداد لمسرحيات أو لمسرحيات استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق محافظتي إدلب وحماة لاتهام الجيش العربي السوري بها. أقدمت السلطات الأمريكية على إيقاف مواقع إخبارية إيرانية ويمنية وعراقية ومنعها من البث على شبكة الإنترنت في خطوة تثبت زيف الإدعاءات الأمريكية باحترام حريات التعبير والأعلام، وتؤكد الاستمرار في ازدواجية المعايير خدمة لمصالح وهيمنة الولايات المتحدة على المنطقة والعالم. وأكدت وسائل إعلامية إيرانية أن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، لافتة إلى أنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة. بدورها أدانت شبكة المسيرة الإعلامية اليمنية إقدام الإدارة الأمريكية على حظر موقعها ومصادرة حقوق النشر دون أي مبرر أو إشعار مسبق. في خبرنا الأخير، استنكر علي ماهر بشارير عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض ازدواجية المعايير التي ينتهجها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان تجاه القضايا الداخلية، وغض الطرف عن السياسات الاقتصادية الفاسدة في البلاد وملفات أخرى مهمة. ونقلت صحيفة زمان التركية عن بشارير قوله إن القضاء في تركيا بات مسيسا من القصر الرئاسي، ولا يشعر أي مدعٍ عام بالواجب والمسؤولية تجاه العلاقات بين الدولة والسياسة والمافيا والإعلام، وبدلا من تسليط الضوء عليها يتم التحقيق مع مواطن لمجرد أنه سأل عن مصير 128 مليار دولار مفقودة من رصيد احتياطي البنك المركزي التركي، في حين لا يتحرك القضاء لفتح ملفات أخرى أكثر أهمية. ختام الموجز، عودة إليك زينب. شكرا لك يا لور. اكيد مشاهدينا مكملين باخر فقراتنا الصباحيه، ويا فرح يعني عندك كثير من الاشياء الجميله. كل الشغلات اللي بحبها عندي زينب عن جد. هلا بنقول دائما نحن قد ايه الاكسسوار ممكن هو يحلي من ثيابنا بتفاصيل يمكن تكون زينب صغيره او غيرها، لما بنكون مثلا ثيابنا كثير ناعمه او كثير هاديه ممكن نضيف عليها شويه اكسسوارات ضايجه مثل ما بنقول بتحلي لبسنا قد ايه هذا الشيء بتغير ستايل كله. كمان وخاصة كل بنت هي وذوقها، في بنات بيحبوا الناعم، في بنات بيحبوا الشيء الضايج مثل ما قلتي، لكن هذا الشيء كمان بيرجع للموضة والشيء الدارج اللي هلا انت رح تخبرينا عنه انت وضيفتك. تمام، هلا نغم الحشمة رح تجاوبنا، هي مصممة اكسسوارات طبعا كثير مميزة، فخلينا نعرف اليوم شو هي أكثر الاكسسوارات الدارجة وشو هي الألوان وعلى شو بتلبق. صباح الخير نغم. صباح كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. خلينا نحكي اليوم موضة اليوم شو هي عم بتلاقيها، الاكسسوارات الكبيرة أو الناعمة أو بعده هذا الكوكتيل مثل ما بنقول. تمام، هلا أول شيء أكثر شيء دارج كصيف هن الأشياء الفيروز والصدف. هذا يمكن ما بيبطل الفيروز. لا ما بيبطل، بس هالسنة كثير يمكن دارج الفيروز، فرح حتى الخرز على قد الرقبة كثير عم شوفه دارج. كثير دارج هالقصص، وكمان اللي دارج كمان الجنازير. فيك تنسقيها كمان مع الاطواء، او فيك يعني تنسقيها مع اشياء ناعمه، او فيك تخليها مثل ما هي مثل هيك. تمام. يعني مثلا ساده فضي وذهبي. ايه في هيك بيجي على قد الرقبه، وفي يعملوا طويل بتقدر تزغره، فيك تزغري قد ما بدك. وكمان فيك هيك انه مثلا مع قطعه حجر كريم كمان تحطيها. هلا نغم عم نشوف صبايا يمكن بخلطوا زينب اذا شفتي شيء ناعم كثير مع شيء يمكن اكبر شوي، ما بعرف هيك عم نشوف اغلب الصبايا عم يعملوا زينب مع كنزه ساده او تيشيرت او اللي هو. قد عم تشوف اليوم الصبايا بحبوا الاكسسوارات الكبيره؟ هلا كثير عم يجيني انه مثلا بدهم اكسسوارات جنزير ومعه طوق ناعم، كثير عم يطلع موضه حلوه، كثير عم يطلعوا لذيذين مع بعض. يا بيختاروا انه جنزير يكون ناعم شوي او انه ضخم شوي مع سنسان ناعم او العكس كمان. وكمان نقدر ننسق اكثر اي شغلات مع هالقصص يعني. يعني نغم كمان كثير دارج من هذيك السنه، ممكن فرح كمان تعدد الاطواق حتى. تمام، اكثر من طبقه يعملوها مع بعض. وفي كمان رموز معينه كانت تدرج معهم، هلا مثل ما قلنا عم يدخلوا الفيروز الكثير هلا دارج مع الاطواق المتعدده. تمام. خبرينا اليوم في اشكال معينه دارجه مثل مثلا مره درجه الانفينيتي البومه كذا، خبرينا. هلا اكثر شيء هالسنه دارج النجمه. النجمه نجمه مع صدفه.
مثل هيك. خلينا نحكي عن تصميم الاكسسوارات بالنسبه لك، قد ايه بتشوفي اليوم انه اذا استفدتي اوقات من النت او حتى بذوق الصبايا ممكن حدا ياخذ رايك انه احنا كيف بنقدر نطبق اكسسوار حلو مع هذا التيشيرت او بسهره معينه؟ تمام. هلا الاغلب التنسيقات عم تكون انه على كنزات، مثلا الكنزه بيلبق لها مثلا الاطواق الناعمه مع الجنازير، الفساتين بيلبق لها التشكرات على قد الرقبه مثلا، فينا ننسق معهم أساور مرتبة، خواتم، أو إطلالات مثلاً. هلأ أغلق ما أنه فصل الصيف إطلالات البحر بننسقهم مع خلاخيل لذيذة كتير. خلينا نشوف شي منهم مثل هيك مثلاً، خلاخيل للبحر. قدي هاد ممكن ياخد منك وقت؟ هلأ كل شي عند أنه فكرة مثلاً، كل شي ممكن ياخد معي وقت معين. هيك شي مثلاً هذا الناعم قدي ممكن ياخد وقت؟ هلا مثلا هيك شيء ناعم لبين ما حضره براسي وطبقه بده ياخذ معي وقت، يعني مثلا ساعه ساعتين هيك لبين ما يطبق ويطلع بهالشكل. خلينا نشوف هذا كمان اللي لونه نغمة كمان حلو. خبرينا حبيبي يعني انه في عندك باع بصناعه الاكسسوارات ومتابعه الموضه أكيد. خبرينا اليوم شوي مثلا انت كيف ممكن تطلعي على الشيء الدارج، ممكن يطلبوا منك ديزاينات معينه، خبرينا عنه. هلا اغلب انه بشوف بتابع المواقع التواصل الاجتماعي، بشوف اغلب الترندات النازله جديد، وفيني طبق كمان شيء من عندي بيدرج بيطلع كثير لذيذ، او في صبايا بيبعثوا لي مثلا صور انه هيك شيء مرتب هيك شيء حلو طبق لهم اياه. قد ايه ساعدك يمكن لما بتشوفي هي الموديلات وبالصفحات، يمكن حتى نقول بعضها عالميه، بنقدر نطبقها بمواد بسيطه مو شرط تكون بنفس الكلفه. تمام. لكن بمواد ابسط احنا بنقدر نطلع قطعه كمان بتضاهيها بالجمال. تمام. يعني هلا النت كثير بيساعد، بس كمان الوحده لو ما بيكون عندها فن ما بتقدر تطلع قطعه مثلا، لانه مو كل شيء موجود على المواقع بنقدر نطبقه هون، فاي وحده عندها مخيله تمام تقدر تطبق اي شيء حلو. صحيح. شو اكثر شيء عم ينطلب منك نغم هلا حاليا؟ هلا خلال الصيف الخلاخيل او الاطواق المتعدده، يعني مو طوق واحد، طوق واثنين وثلاثه مع الجنازير ارتب شيء عم يطلعوا. فرح مشغوله هلا بالخلاخيل. انا كثير بحب هي القصص زينب، مو بس الخلاخيل كمان الاساور انا كثير بحبهم الملونين. صحيح. بيضيفوا جمال زينب ان كان لشكل الايدين وحتى خاصه على الصيف، يعني تحسي اللي حاطه اساور او بلاكات ناعمه تمام. هو الاساور خاصه بالصيف. تمام. يعني انت ما فيكي تلبسيها مع فصل الشتاء مع كنزه كمام طويله او كنزه واسعه، بدك تنسقيها باطلاله صيفيه لذيذه. خلينا نحكي شوي عن هي الاسواره يا نغم يلي شوفي زينب، خلينا نقول عن هي الاسواره حجر الفيروز. انا بعرف قديش بتحبي الفيروز. انا كثير بحب الفيروز. قديش حلوه انه اول شيء هي يمكن فينا ناخذها خلخال، بعض الصبايا بحطوها خلخال، بعد بيجي على بالهم بقلبوها يمكن لحتى تصير اسواره. اسواره ناعمه. تمام. هلا ممكن كمان نطبقها مع طوق، يمكن يكون لفه واحده. خلينا نشوف هيك كمان كارتير نفس الشيء عم بيكون نفس النوعية. تمام. هلا هذا كتير دارج كتير حلو. نعم. نغم هلا خلينا شوي صبايا يمكن فرح منلاقيهم احيانا في تعجيق بصير بالاكسسوار بطريقه ابدا مانا متناسقه، اليوم كمان خبريهم لكل الصبايا اللي بيحبوا الاكسسوار كيف يوم ينسقوا مثلا الحلق مع اللي حاطه حلق مثلا ما بتحطه، اللي حاطه مثلا شيء ناعم برقبتها فيها تحط تكبر شيء معين ثاني او تختار قطعه كبيره ثانيه، خبرينا عن الاخطاء الشائعه بوضع الاكسسوارات لانه عم نشوف احيانا عم تضيع موديل الاكسسوار بطريقه الوضع. تمام. هلا اغلب الصبايا وقت بلشوا يعجقوا عم يحطوا سنسال النظاره مع طوق وطوق يعني مثل جنزير، بيحطوا كمان حلق كبير مع الاساور ومع الخلاخيل وخواتم. سنسال النظاره لحاله اكسسوار اللي كان حبيته كمان. ايه. فالفكره انه بدك تنسي اطلالتك مثلا، يا اما انه الصبح مثلا علاقه نظارات سنسال نظاره ناعم لذيذ، حلق ناعم معه واساور. تمام. بس هيك بدك تحطي طوق عريض، بدك تلغي كل شيء معه، تاخدي معه اسواره ناعمه خاتم ناعم بكفي. او اذا انت عندك اطلاله مثلا على البحر هذا كله بدك توقفيه تخلي الخلخال بس واسواره كثير ناعمه. نعم. بس هيك. خلينا نحكي مثل هيك طوق يعني قديش رايق ان كان بلونه، انا ما بعرف على اي كاميرا ممكن اخذه. تمام. خلينا نشوف هذا الطوق بلونه وبشكله قديش هو ناعم، قد ايه بياخذ منك وقت هيك قطعه مثلا، وشو هي الاحجار ممكن تستخدميها؟
هلا هيك ممكن استخدم اكثر من شيء. هلا هون هذا الحجر، مو حجر، هذا المطاط كثير دارج هلا بالصيف، بركب له قطعه مثلا اللي بتطلبها الصبيه او انا من مخيلتي بعملها، يعني بياخذ معي وقت شيء ساعه كمان لحتى يطلع هيك. طيب خبرينا نغم، كمان في بعض الاكسسوارات الضيقه خاصه على الرقبه بتسبب تحسس احيانا، كمان شو بتنصحي؟ لانه هلا شوب وشمس طبعا. كمان هلا يا اما بدهم يختاروها من انه تكون السنسال كثير ثقيل، يا اما بدهم يختاروها من الفضه. نعم، بتجي بشوكرات على قد الرقبه، ومن بيجيبوها من ورا بتجي مثل الجوكر، بيقدروا يكبروا ويصغروا قد ما بدهم. هلا هي كثير دارجه وكثير موضه هالسنه، بتلبس مع الجنازير، مع اي شيء، يعني حتى على سهره فيها تلبسه. حلو اكيد. كثير لذيذ. هلا هذا الجنزير يمكن معلق في حجره بنهايته، كثير لفتني هذا الموديل. خلينا نحكي كمان عنه هذا اليوم، قديش اليوم شيء مرغوب للصبايا، خاصه مثل ما قلنا لما بنلبس نحن ساده ونحاول نكسر هذا الشيء. تمام. هلا الجنزير بهالقطعه بيلبس ساده لحاله او بيتطول شوي لتحت، وبيلبس معه تشوكر كمان مع اسواره ناعمه بتطلع اطلالته كثير لذيذه. نعم، يعني نغم عم نحكي عن كثير من الاشياء الدارجه هالصيف، منها حكينا عن الفيروز والاحجار والمطاط على قد رقبه، تعدد الاطواق. خبرينا في اشياء ثانيه ما جبتي لنا اياها مخبيتيها، يعني جبتي لنا قصص كثير حلوه، في اشياء ثانيه دارجه عندك اياها؟ واذا حدا طلب منك ديزاين معين كيف ممكن انك تاخذي وقت حتى تنفذي؟ تمام. هلا كمان اغلب الشيء اللي دارج هو الصدف. صدف بالوانه على الصيف اجباري. ايه بالوانه كلها، يعني هلا كثير دارج مثلا لون الموف كمان بنسقه كمان مع شيء كثير لذيذ. ايه مثل هيك سلسله نظاره بنقدر ننسقه. حلو. كمان هيك دارج هلا. اغلب الافكار اللي ممكن تجيني ما بتاخذ معي وقت كثير طويل. اذا كان الديزاين موجود قدامي، واذا بدي اعمله من مخيلتي بده ياخذ معي شويه وقت لحتى يطلع بجماليه شوي لذيذه تلبق لاي صبيه. نعم. تمام. إذا بنحكي عن المواد المستعملة اليوم، التكلفة كيف عم بتكون عليكي كمواد أولية؟ هل هي غالية أو لا؟ لأنه إحنا زي مثل ما عرفنا وحسب استضافاتنا الكثيرة أغلب الأسعار عم بتكون كثير غالية لما بنعرف إنه هي هاند ميد. صح. بنعرف إنه الأسعار هي كثير غالية، أكيد هي جهد وتعب وهي تفكير وهي ذوق وهي كل هذه الأمور، بس كمان في صبايا بحبوا ياخذوا شيء حلو بأسعار تناسب الجيب. بس حسنا تمام. هلا في كثير ممكن أشياء بسيطة، يعني كسنسان ناعم نحط له فيه قطعة مرتبة يكون كثير بسعر مناسب لأغلب الصبايا، وكل ما الصبية حبت إنه تعرض أو تنوع بالسناسل طبعا بده يختلف كل شيء عن شيء. نعم. حلو. طيب يمكن فرح اختارت لها طوق، خبرينا كمان شو في عندك قصص نحكي عنها. كلهم حلوين عن جد زينب، عن جد حلوين، بس انا ما كثير شايفه. هلا شوفي عندنا هيك زينب، هدول الدارجين فضي وذهبي، بس السؤال دائما يلي نحن بنساله لون الاكسسوار لما بيروح قد ايه هذا الشيء مزعج زينب؟ لما جدا بيروح، خاصه لما بنقي الذهبي، والذهبي هو لون حلو بس لما بيروح بتصفي القطعه مثل ما بنقول للكب يعني. تمام. هلا اغلب انه الصبايا بيطلبوا مني انه السناسل يلي بدي اعمل لهم اياها تكون لونها بالذات انه يكون شوي تمام، بس بعيدا انه يستخدموا بارفان كثير ومي كثير، يعني اي قطعه يحافظوا عليها. تمام، بدهم يحافظوا عليها كقطعه ثياب او كاي قطعه ثانيه بدهم يحافظوا عليها. يعني السناسل مثلا بيقدروا يجيبوها ثقيله مثل الجنازير، ثقيله بتجي طبعا لونها منيح ومكفول لونها ظريف. طيب هي من شو مصنوع هذا اللون الفضي؟ قديش هو هيك لون غريب وله لمعه؟ من شو بلاستيك. مصنوع هاد؟ بلاستيك. حلو. كمان البلاستيك يمكن هو بيروح لونه بدرجه اقل اذا بدنا نقول مع باقي المواد. تمام، كل ما حافظت الصبيه عليه اكثر كل ما ضاين عنده اكثر. نعم. نغم كمان عم نشوف انه اطواق النظارات كثير دارجه هالصيف، الصبايا كلهم عم يتجهوا لانه يزينوا نظاراتهم باطواق هيك بتعطي لمسه او لون طمع معين او حسب اللبس اللي هن طالعين فيه، وخاصه الصباحي يعني العمل. فخبرينا انت كمان اليوم فرقهم بين النظارات الطبيه كمان ليكون شيء عملي للصبايا. تمام. هلا العلاقة سنسال النظاره بالذات صار شيء يومي بحياتنا، يعني اغلب الصبايا اطلالاتهم ما بتكمل الا فيه. للنظارات الشمسيه بيختلف عن النظارات الطبيه، النظارات الشمسيه بيختاروا شوي شيء الى انه يبين، يعني شيء حسب لون النظاره كمان حسب لون النظاره، ذهبي او فضي.
وحسب القطع اللي بدهم اياها موجوده فيها. اما لسنسال اما سنسال النظاره الطبيه بده يكون شوي رايق وبسيط. نعم هذا بيختلف من ذوق لثاني. تمام بالنهايه الصبايا اذواق اللي بتحبها. بعضه بحب هيك خرز وذهبي. انا كثير بحب الشغلات يمكن للنظارات. انا كثير مو في ازرق حبيته فرح زينب. الازرق اللي هو اللون عن جد كثير حلو، لون طاقة الإيجابية الطاقة الحلوة. اكيد خلينا نقول هذا كمان اذا بتحب ممكن تعمله طاقة. تمام تمام بس بينشالوا السيليكونات وبنحط قفل بس. تمام تمام. هلا بيرجع هذا الشيء كمان لشطارة الصبيه للقطعه يلي لابستها. نغم نحن كثير انبسطنا فيكي وانبسطنا بالقطعه اللي جايبتي لنا اياها هون، وبنتمنى دائما نشوف كل شيء جديد عندك ولكل الصبايا يقدروا يلبسوا اكسسوارات بقيمه معينه تناسبهم وبنفس الوقت ترضي ذوقهم. اكيد فرح، ونحن كمان مبسوطين انه الهاند ميد بالاكسسوار يعني ان شاء الله بينافس الاسواق العالميه خلينا نقول بالعربيه، لانه فعلا عندنا افكار وعقول مبدعه. أيوة. وعندنا باع طويل لكل انسة كان عندها مشروعها الخاص. أكيد. لتعمل استقلاليه ماديه وايضا لتعمل شيء بصمه حلوه. شكرا لك يا نغم كثير موفقه. شكراً يا رب. شكرا. هلا انا وفرح بدنا نشوفها. شكرا حبيبتي. شكرا موفقه نغم، كل الشكر لك ويعطيكي الف عافيه يا رب. شكرا لكم كمان. انتهى صباحنا فرحة للأسف، إن شاء الله يكون حمل الفائدة والمتعة لكل مين كان معنا برحلتنا الصباحية، وأيضا بنقول لكل اللي ما حضرنا صباحا يحضرنا بالإعادة الساعة 1 ليلا. بنتمنى لكم نهار كتير حلو يحملكم الأمل المحبة والصحة. نهاركم سعيد ونهارك سعيد فرحة. نهارك حلو زينب، وإن شاء الله يكون هذا الصباح صباح خير صحة وعافية لك. المشاهد الأخباري موعدنا بكرة بضيوف جداد وأفكار جديدة. وبألف خير. باي باي. زينوا المرجل والمرجلينا شامينا فرجي وهي مزيانة. هلت الأنوار وعمت كل ديارنا.